خلونا نروح لواحد من الأحداث اللي حصلت في مصر وتحديدا عند سفح الأهرامات. حصلت أول امبارح، وده كان حفلة لواحدة من الشركات العالمية، واحدة من يعني كان عرض أزياء لواحدة من أهم دور الأزياء الفرنسية في العالم. الحفل ده لأول مرة بيتعمل حفل مشابه في مصر، وأول مرة يتعمل حفل زي ده عند سفح الأهرامات، هذا المكان الأثري التاريخي. الحفل السوشيال ميديا تتكلم كلها عن الموضوع ده، بيتكلموا عن النجوم والنجمات العالميين اللي كانوا حاضرين كمان في المكان التاريخي ده، وكمان دار الأزياء العالمية دي حطت لقطات من الحفل على صفحتها على السوشيال ميديا، وده ساهم بشكل كبير في الترويج للسياحة عند منطقة مهمة زي منطقة الأهرامات. خلونا الأهرامات عفوا خلونا نروح نتكلم أكتر عن تفاصيل الحفل ده وتأثيره عالميا ومردوده على الترويج للسياحة في مصر. معانا على التليفون هشام إدريس، عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة. أهلا بيك يا أستاذ هشام، صباح الخير. أهلا بك يا حضرتك. يعني الحفل كان حفل لافت للنظر، خاصة الأضواء والإضاءات اللي اتعملت عند سفح الأهرامات، هذا المكان الأثري التاريخي الأشهر في جمهورية مصر العربية. الحفل ده كان تأثيره إيه على تنشيط السياحة، وإزاي إحنا كمان استغلناه في الترويج أكتر للسياحة في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الحفلة، طبعا شركة زي كريستيان ديور إن هي تعمل الحفلة السنوية، هي بتعمل حفلة كل 10 سنين. فطبعا لما تختار مصر من يعني من بعد 10 سنين ان هي تكون الاختيار بتاعها ان يكون العرض بتاعها موجود عشان ينزلوا العرض بتاعهم اللي هو الخريف والشتاء اللي جاي اللي يتعمل تحت سطح الهرم، ده طبعا يعتبر نقله كبيره جدا، لان الحفله كانت يعني كان الحمد لله كان عدد الناس اللي موجودين فيها كانوا كتير جدا. الحمد لله كانوا موجودين يمكن حوالي 5 6 فنادق كاملين من بابهم. العدد الناس اللي موجودين، عدد الطيارات الخاصه اللي جت، المشاهير اللي جم، جه الممثل، مين ابرزهم يا استاذ هشام؟ المغني الكوري اللي هو كان عمل افتتاح كاس العالم، ده كان اشهر واحد فيهم الناس اللي موجودين. وكان في بقى ماركات عالميه كتيره، يعني في كل اللي كانوا موجودين اصحاب ماركات عالميه اللي عازمهم كريستال ديور. وطبعا كان عدد كان ضخم جدا 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 جدا. لسه الحمد لله يعني لسه ناس بتسافر النهارده وبكره وبعده، بين 9 لحد يوم 7، بس كل هم يختاروا الحدث في مصر. انا شايف ان دي نقله كبيره جدا ان شاء الله كل فتره جايه للسياحه، زي ما حصل في الحفله اللي حصلت من حوالي شهر ونص في الاقصر، برضو احد الماركات العالميه وجابوا اكبر اوبرا في العالم. ايوه ده برضو كان ليه اثر كبير جدا، ان هم على الصفحه بتاعتهم لحد النهارده حوالي 13 مليون واحد اتفرجوا على الحدث بتاع الخاص بالاقصر. احنا كمان عايزين نستغل ده، يعني احنا كمان محتاجين نعمل شغل كتير عشان نستغل الاحداث دي. طب قول لي يا استاذ هشام، ازاي ممكن نزود من هذه الفعاليات والاحداث والحفلات العالميه، شركات عالميه ان هي تيجي برضو تعمل حفلات في مناطق سياحيه اثريه زي الاهرامات زي الاقصر وغيره من الاماكن؟ يعني مصر مليانه مناطق اثريه مش موجوده في اي حته تانيه في العالم. طبعا انت حضرتك لو اشتغلتي على النظام اللي هو مؤتمرات او الايفنتات او سياحه المؤتمرات او سياحه الايفنت، طبعا دي سياحه لكشري وسياحه عاليه. كانت مشكلتنا فيها ان ما كانش عندنا، يعني يمكن اخر 5 سنين بس اللي حصل عندنا طفره في الخدمات او في ان انت تقدري تعملي حاجه زي كده. ان كان عندنا مشكله دايما، احنا طبعا بلد تمتلك منتج سياحي قوي، احنا عندنا منتج قوي، كان ينقصنا شويه حاجات في الصناعه. الفترة اللي فاتت دي اخر 5 سنين يمكن حصل طفرة كبيرة في البنية التحتية وفي الخدمات وفي المولات اللي موجودة والمطاعم وطبعا المطارات الجديدة. انا شايف ان دي عمل نقلة، بدليل ان احنا السنة دي احنا منتظرين في الفترة اللي جاية احداث وزي دي كتير يعني تتعمل في مصر. اخيرا عايز طبعاً اسال حضرتك على الجولة الامين العام للمجلس الاعلى للاثار دكتور مصطفى وزيري، اخذ الضيوف فيها في جولة في المنطقة سواء اظن هرم سقارة والمنطقة المحيطة، كان رد فعلهم ايه؟ يعني كان اعجاب، اندهاش، انبهار؟ يعني كانت الردود الافعال عاملة ازاي خلال هذه الجولة؟ طبعا الدكتور مصطفى وزيري كان بنفسه هو اللي موجود قايم على الحفله، هو اللي ادهم يعني معظم التسهيلات اللي قامت للحفله دي، كان قام بيها الدكتور مصطفى وزيري طبعا ووزاره السياحه. انا شايف ان ده كان كويس جدا، يعني انا مش عايز اقول لحضرتك الناس لما طلعوا من الحفله بتاعت الهرم ولما عملوا زيارات بتاعت الصبحيه كلها وراحوا البازارات وكلهم اخذوا سوفونير من مصر، كان الناس منبهره بمصر، لان ما حدش كان متوقع ان مصر يعني الحمد لله بالجمال ده او بالخدمات دي ما كانوش متوقعينها من اول المطار للمطار.
والحمد لله كان كل الناس ساعدت. يعني مش عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا كل شركات النقل شغالين في الموضوع ده، كان كل الفنادق الفايف ستار، المطارات كلها كانت شغاله بقى بالقوه بتاعتها، الخدمات بتاعت شرطه السياحه، يعني كله اشتغل على ده. لو احنا اشتغلنا على الايفنتات الفتره اللي جايه دي، انا شايف ان مصر ان احنا نقدر نوصل لخريطه الدوله في ال 30 مليون سائح اللي المفروض نحققهم، او ال 30 مليار اللي المفروض يجوا في خلال الكام سنه الجايين دول. انا شايف ان ده مش صعب لو ركزنا على الايفنتات. مش صعب طبعا يا استاذ هشام، طبعا مش صعب، محتاج شغل كتير، محتاج مجهود، محتاجين نرجع قطاع السياحه مره تانيه، خاصه بعد تضرره اثناء فتره كورونا. الموضوع محتاج شغل، بس اكيد هو مش مستحيل ومش صعب بالدرجه. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام ادريس، عضو لجنه السياحه الخارجيه بغرفه شركات السياحه. بالتاكيد حدث رائع يا ايه، وحاجه تدعو للفخر ان احنا نلاقي شركه من اكبر الشركات على مستوى العالم. يمكن كان سبقها قبل كده برضو احدى الشركات، لكن كانت عاملاها في الاقصر، وكان العالم كله، وزي ما كان لسه الاستاذ هشام معانا بيقول لنا العديد من الطيارات الخاصه، يعني كان في عدد كبير جدا جدا من الحضور، وحضور الفنانين العالميين دول، ومنهم طبعا المغني بتاع بي تي اس، او فريق بي تي اس الاشهر على مستوى العالم، الفريق اللي بيتابعه احنا بنتكلم فيه المشاهدات بتوصل للمليارات. فتخيلوا ده دعاية لمصر شكلها ايه في مجال السياحة. بالتأكيد ان شاء الله هنشهد موسم سياحي مختلف هذا العام، وبرضو نرجع تاني نقول علشان الموسم ده هيبقى مختلف علشان أزمة الطاقة.